ازيكم يا جماعة؟ ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ النهاردة الكلينيك بتاعتنا التالتة أو الفيديو التالت، والمفروض إن احنا نكمل الريفيجن بتاعنا. والنهاردة هنتكلم عن السلايد التاسع والعاشر في الباوربوينت اللي أنا كنت بعته لكم، ودولت هتبقى مسألتين رقم 64 و62 في هوليداي شابتر 2. وطبعا هتلاقوا نفس المسألتين دول في الباوربوينت وبحطه تحت الفيديو على طول. فهنبدأ بالمسألة رقم 64 واللي هي هتكون السلايد التاسع عندنا في الباوربوينت الأصلي. المفروض ان هو مدي لك رسمه كده جميله خالص خالص خالص، بيقول لك ان الرسمه ديت انت على كوكب، وبعد كده رميت حجر، رميته كده لفوق وسبته ايه ينزل. فانت لما جيت رسمت يعني رسمت الواي والتايم، يعني موفينج واي او القيم بتاعت الواي والتايم، عمل لك رسمه بالمنظر ديت كده. هو مدي لك معلومه كده بيقول لك ان الواي اس بتساوي 30. من المعلومه ديت هتعرف ان كل سكوير المفروض ان هو 5 سم. فهتيجي هتلاقي ان الماكسيمم هايت او الواي ماكس المفروض ان هو هيساوي الايه؟ هيساوي 25. وعمال يقول لك هنا لو بصيت على الجراف هتلاقي ان الماكسيمم بيحصل عند 2.5 ثانيه، ومفروض ان انت اخر الموشن دي بتحصل عند 5 ايه؟ ثواني. وبيجي يقول لك انا عايز حاجتين، انا واحد انا عايز الاكسلريشن على الكوكب بتاعي دوت، اثنين انا عايز الفي انيشال اللي انا رميت بيها ايه؟ الحجره بتاعتي. المساله ديت جميله خالص ويعني ايه؟ فيري لايت، فاحنا عايزين ايه؟ نبص عليها كده بطريقه لطيفه. ايه المعلومات اللي عندي وايه المعلومات اللي مش عندي؟ طبعا انت لو رسمت التراجكتري هتلاقي نفسك كده واقف كده، المفروض مد ايدك كده معاك حجرايه، وبدات ان انت ترميه لفوق، وصل للماكسيموم هايت، وبعد كده ايه؟ بدا ينزل تاني لحد ما وصل الليفل بتاعك. ده الرسمه او الدايجنوزز بتاعت الرسمه اللي موجود عندي، ده التراجكتري بتاعها. خلاص كده طبعا الماكسيموم هايت وصل هنا عند 25 متر، وطبعا انا رميته بفي انيشال لفوق كده، المفروض طلع 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 لحد ما وصل هنا. طبعا في احنا عارفين الفي عند الماكسيموم هايت بتساوي زيرو، بعد كده قاعد ينزل ينزل لحد ما وصل للنقطه ديت. انا عارف في النقطه ديت بتكون الفي بنيجاتيف في ايه انيشال، اللي هو بنفس الماجنتيود ده طبعا من السيمتري، واحنا كنا اثبتناهم مع بعض قبل كده. فمن السيمتري نقدر ان احنا ايه؟ ان احنا نقول ان ديت نيجاتيف في انيشال. طيب انت عايز الاكسلريشن في انيشال. طيب انا اول حاجه ايه موجود عندي؟ انا موجود عندي تعالى ناخد النص الاولاني اللي هو اول ما رميتها لحد ما طلعت فوق لحد ايه؟ الفي اللي فوق ده. طيب ايه المعلومات اللي موجوده عندي في النص الموشن ديت؟ هتقول لي الفي انيشال هي مش معلومه. خلاص كده؟ دي كده كويشن مارك، مش معلومه. طيب عندي الزمن بتاعها واخده 2.5 ايه؟ ثانيه. هتقول لي ان الدلتا تي بتساوي 2.5 سكند. جميل. والدلتا واي هتقول لي الدلتا واي المفروض ان هي بتساوي 25 متر. خلاص كده؟ في تاني موجود عندي او معلوم عندي هتقول لي لا الفي اللي فوق، الفي فاينل هتساوي الزيرو. فتقول لي عندي معلومه 2 3 اقدر اجيب الايه؟ الفي انيشال. هو الفي انيشال طالبها في مطلوب بيه، بس انا لو جبتها اقدر اجيب الايه بسهوله بعد كده. فانا خلاص اجيب الفي انيشال، هو مطلوب بيه بس اتس اوكي. فانا هستخدم انهي كيناماتيك؟ هستخدم الكيناماتيك الرابعه اللي كلكم ما بتلاحظوهاش او ما بتاخدوش بالكم منها، اللي هي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان الدلتا واي على الدلتا تي المفروض بتساوي في فاينل زائد في انيشال على الاثنين، الافرج فيلوسيتي بتساوي الافرج ايه؟ فيلوسيتي. فانا لما اجي اعمل الكلام ده كله هتلاقي 25 على 2.5 بتساوي الفي فاينل قلنا بزيرو، يبقى في انيشال على الايه؟ الاثنين. لما تقسم دولت على بعض هيطلعوا لك 10، فهتلاقي ان الفي انيشال بتاعتك بتساوي ايه؟ 20. فده المفروض الايه؟ الفي انيشال طبعا متر لكل سكن، انا انساها هنا مش مشكله، لكن انت تنساها هتنقص يعني، فخلي بالك من الحته ديت. ده الفي انيشال بتاعتي. طب الاكسلريشن خلاص انا جبت المعلومه ديت، انا اقدر اخش في اي ايكويشن تعجبني واجيب منها الاكسلريشن. جاست مثلا الايكويشن بتاعت تقول لي مثلا في فاينل زائد الفي ناقص الفي انيشال بتساوي الاكسلريشن في التي. خلي بالك من حاجه، انا كنت دايما بنصحكم اوعى تروح تجيب حاجه وتجيب بيها الاكسلريشن، يعني حاجه انت مطلعها تجيب الاكسلريشن لعل ان انت تكون غلطان في الحسابات. بس انا مش مضطر، هو علشان انت تجيب ايكويشن، هو في ايكويشن انا دايما كنت بعملها لكم او ان انا كنت ايه بوريها لكم، وحتى كانت موجوده في فيديو من الفيديوهين اللي فاتوا، ان انا اقدر ان انا فاكرين المعادله الكيناماتيك اللي هي الثانيه اللي كانت بتقول لك ان دلتا واي بتساوي في انيشال تي ناقص نص ايه تي سكوير. طبعا الماينس ده احنا حاطينه عشان دايركشن، عارفين الاكسلريشن هتبقى اتجاهها لتحت. فاكرين الايكويشن ديت، وساعتها ما كانش عندي في انيشال، ورحت للايكويشن ديت قلت ايه ده الفي انيشال بالنسبه لي بدلاله الفي فاينل كانت بتساوي الفي فاينل ناقص الاي في التي.
صح كده؟ المفروض دي نيجاتيف برضه، تبقى زائد الفي انيشال كده، زائد الاي في التي. قلت لك انت بتاخد ديت تحطها هنا، فتقدر تجيب كده معادله ما بين ال ما بين ايه؟ ما بين الفي فاينل والدلتا واي والتي والاي، ومن غير ما تعدي على الفي انيشال. ده شكل هو انت ممكن تستخدمه، بس في ناس يعني ايه ممكن مش فاميليار بالنسبه لها او ما بتشوفهوش، فمش هتعرف تستخدمه. فعشان كده بقول لك انت ممكن تستخدم حاجات دي، مع ان الشكل ده فيري ايزي، ان انا في الموشن الاولانيه هلاقي دي بتصفر معايا كده، وهلاقي ان دلتا واي ب 25 بتساوي نص في الاي في التي سكوير. التي سكوير المفروض ان هي هتبقى 2.5 سكوير، فانت جاست ان انت هتطلع بعد كده الاي زي السكينه في الزبده، يعني حاجه بسيطه قوي، بس انت ممكن ما تكونش فاميليار مع الشكل ده، فاهمني؟ فانت لو مش فاميليار معاه اتس اوكي، خد القيمه ديت وروح للايكويشن الاصليه اللي انت فاميليار بالنسبه لك او انت عينك واخده عليها، او حتى روح للايكويشن ديت وعوض فيها. انا ما اقدرش اقول لك حاجه يعني في ديت، يعني اتس اوكي فيها يعني. طيب المفروض ان ارقام ابو طلعوها بقى، عشان انا مش حافظ الارقام اللي موجوده عندي. الاكسلريشن هتطلع قد ايه؟ انت بس هتربع 2.5 وهتبدا ان انت تشتغل. ده مساله 64. طب تعال بقى نشوف المساله 62. المساله 62 جميله عشان فيها تركايه كده، انا كان نفسي ان انا الاقي مساله زي ديت واحلها معاكم، لانها مساله لطيفه يعني، اللي هيشوفها في الاول هيتخض، بس هي سهله خالص. 62 وسلايد العاشر. المسألة بتقول ايه؟ بتقول الاتي، بتقول لك ان انت المفروض كان واحد بينط، واحد بيلعب يعني باسكت بول ولا بتاع، وكان بينط، وهو بينط المفروض ايه اللي حصل؟ المفروض ان هو نط طول 76 سم. خلاص كده؟ يعني هو الراجل كده، بصوا انا هرسمه لكم، هو المفروض ان هو نط كده 76 سم، وبعد كده قام راح ايه؟ نزلهم تاني. خلاص؟ ده المفروض النطة بتاعت الراجل. فانا مش هرسم الراجل، عشان لما اجي ارسمه هرسم واحد مكعبر وهيكعبر لي المساله، فهعتبر ان هو اتس بوينت بارتكل واتس اوكي ان انت تعمل الحركه ديت. احنا كل الفيزيكس اللي احنا بنشتغلها لحد دلوقتي من عامل الجسم اتس بوينت بارتكل، لحد ما هتبدا ان انت تطلع فوق هتقول لا انت الجسم بقى ليه ابعاد، فانا عامله اكنه ايه؟ اكنه نقطه. فانت هتقول لي ايه؟ ان الراجل كان موجود هنا، وبعد كده قام راح طلع كده، وبعد كده وقف هنا شويه مثلا في الهواء كده سيكه، وقام راح ايه؟ نزل تاني. هتقول لي الطول ده كله على بعضه المفروض ان هو مقداره 76 سنتيمتر. طيب ايه بقى المطلوب منك، او ايه اللي هو الراجل عايزه هنا؟ هو بيقول لك عارف اول 15 سم واخر 15 سم، بيقول لك المطلوب منك في اول 15 سم وفي اخر 15 سم ان انت تجيب الايه؟ تجيب الفيلوستي، عايز التايم، عايز التايم في اول 15 سم واخر ايه؟ 15 سم. يعني معنى كده ان انا من هنا لحد هنا ده ال 15 سم الاولانيه، ومفروض ان هو فيه كده مقدار قد ايه بقى؟ المفروض مقدار 46 سم لحد مثلا هنا، وبعد كده اخر 15 سم اهو. فهو كل اللي عايزه ايه؟ عايز التايم وهو بيطلع في اول 15 سم واخر 15 سم، والتايم وهو بينزل في اول في اخر 15 سم في اول 15 سم. طبيعي 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 من السيمترية، لو انت مفيش اير، وهو طبعا هو دوت اللي قالك عليه، قالك اجنور الاير طبعا وكل حاجة، من الطبيعي ان انت تيجي تقول ايه؟ التايم اللي هياخده في اول 15 سم هنا وهو طالع هم وهو نازل، ده طبيعي من السيمترية. ونفس الحكاية اخر 15 سم التايم اللي هو هياخده وهو طالع هيبقى نفسه وهو نازل، فده اتس اوكي، ده صح، ده من السيمترية تقدر تقوله وتقدر ان انت تفرضه وتحطه على طول طول ما مفيش اير. خلي بالك من النقطة ان مفيش اير ديت، يعني مفيش ريزيستنس بمعنى اصح. طيب فانا بقى عايز اجيب التايم، هعمل ايه؟ تعالى بقى نشوف ايه المعلومات اللي موجودة عندي. المفروض ان الراجل ده نط بسرعة في انيشال، خلاص كده؟ وهو بينط بالسرعة في انيشال ديت، المفروض لما يوصل هنا هتبقى الفي بتساوي الزيرو. وطبعا الاكسلريشن هي ايه؟ نيجاتيف 9.9 9.8. طيب فانا ايه بقى اللي انا موجود عندي، او ايه اللي انا عايزه؟ انا ديت كل المعلومات اللي موجوده عندي. فانا لما اجي هشتغل، طبعا مستحيل ان انا اجي اشتغل على النقطه ديت لسبب واحد، النقطه ديت كل اللي انا اعرفه، او الجزء الاولاني ده كل اللي اعرفه عنه الديسبليسمنت والاكسلريشن بس، ما اعرفش اي حاجه تاني خالص. لكن في اخر 15 سم انا عارف ثلاث معلومات، الديسبليسمنت والاكسلريشن والفي فاينل.
او حتى انت لو ممكن تعتبرها ان الفي يعني الفي هنا ات بوينت ديت انا عارف، لان انت ممكن تعتبرها في انيشال وهو نازل اصلا. فكده انا معايا ثلاث معلومات، فاقدر ان انا اخش لمعادله الكينماتكس وانا مرتاح. لكن هنا انا عندي معلومتين بس، فما اخشش من هنا، لازم اخش من فوق. فمعنى كده بقى انا هعمل ايه؟ هعمل الاتي، هاجي اقول انا عارف ان التايم من السيمتري، التايم اللي هياخده هو طالع هنا كده هو نفس التايم وهو ايه نازل، فانا هبدا اخد الموشن وهو نازل، بحيث ان انا اجي اقول ايه الفي انيشال بتاعتي بتساوي الزيرو، وعندي الدلتا واي بتاعتي بتساوي ايه نيجاتيف ال 15 سنتي. ليه خدتها نيجاتيف؟ لو انت خدت الواي انيشال هنا بزيرو وهنا نزل نيجاتيف 15 فهتطلع لك نيجاتيف 15، لو خدت الواي انيشال موجوده هنا وهنا الواي فاينل برضه هتبقى نيجاتيف ايه 15. ده الدلتا واي بتاعتي. طيب والاكسلريشن هتقولي نيجاتيف 9.8 اللي هي نيجاتيف الجي. فعندي معلومه 2 3 اقدر اجيب التايم بكل سهوله. هاجي اقول التايم عباره عن ايه؟ هتقولي ان الدلتا واي بتساوي الفي انيشال تي ناقص نص جي تي سكوير، هو دوت اللي انا عارفه. فانا لما اجي احط ديت هتبقى ايه؟ نيجاتيف 15 بتساوي الفي انيشال طبعا هتطير علشان بتساوي الزيرو، هتبقى نيجاتيف نص في 9.8 مضروب في الايه؟ في التي سكوير. فمعنى كده ان التي هتساوي ايه؟ 30 على 9.8 تحت الجذر. وهيطلع لك برقم هنا بالسكند. ثانيه انا ديت مطلعها فهطلعه لك. طبعا ده 30 سنتي عشان بس ايه الناس ما تفتكرش 30 سنتي لازم هتحولها لمتر قبل ما تقسم. خلي بالكم من الحته ديت. فطلع لك 0.175 سكند. ده الزمن وهو طالع والزمن وهو ايه نازل. فانا كده جبت المطلوب بتاع اسيندنج وديسيندنج لاول 15 سنتي. عايز اجيب بقى لاخر 15 سنتي. هعمل ايه؟ بص انت عندك في ممكن يعني تتبنى طرق كتيره، انا ما عنديش اي مشكله من اي طريقه منهم. يعني مثلا انت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تقعد تمسك كل مراحل، يعني كل مرحله لحد ما توصل للمرحله اللي تحت، بس دي الطريقه الطويله. وانا ممكن اقول لك يعني انت كده مزوخي بتعملها على نفسك. اور يو كان يوز المعلومه ديت المهمه بتاعت ان انا عندي في انيشال هنا، انا محتاج بس ان انا ايه اعرفها. فانا عندي الموشن كلها هو طالع 76، انا عارف عندي الديسبيسمنت وعارف عندي الفي فاينل وعندي الاكسلريشن، فاقدر اجيب الايه الفي انيشال هنا. فانا في عندي في الموشن كلها بقى، الموشن كلها هتقول لي ايه؟ الموشن كلها هتيجي تقول لي المعلومات ديت كلها، بس دي 76 سنتي المفروض الفي انيشال. لا ده الفي فاينل، يعني اقول الفي فاينل بيساوي زيرو وده ال 76 سنتي. لا طبعا مش بالنيجاتيف عشان احنا واخدينه وهو طالع. وده في فاينل وفي انيشال انا عايز اجيبها، فانا هستخدم انهي كينماتيك؟ هستخدم الكينماتيك الثالثه اللي بتقول لي في فاينل تربيع ناقص في انيشال تربيع بتساوي 2 الاي في الدلتا ايه واي. فلما اجي استخدم الكينماتيك ديت هلاقي ان الفي فاينل عندي ايه بتروح، وطبعا في نيجاتيف هنا عشان الاي ديت لو انت بدلتها بالجي يعني، وهتلاقي النيجاتيف هتطير مع النيجاتيف، فهتلاقي الفي انيشال جاست ان هي بتساوي جذر 2 في الجي في 76%. طبعا متر مش هنغلط نفس الغلطه يعني اللي احنا غلطناها. هتلاقي ان الفي ديت مفروض ان هي بتساوي 3.86. يا رب بس يكون الارقام صح علشان انا يعني ايه حلل بطريقتين. 3.86 متر لكل ثانيه. هي الطريقه مش هتفرق يعني، انت ممكن نضرب الارقام ديت تطلع لك الرقم بتاعتك. انا مش هيفرق معايا دلوقتي ايه شكل الحاجه. طيب ده مفروض ان هو ايه؟ ده مفروض ان هو الفيلوسيتي الفي انيشال هنا. فانا هاجي بقى اقول ايه؟ انا عندي الفي في ال 15 سنتي. هتقول لي حاجه بقى جديده، عندي الفي انيشال بتساوي 3.86 متر لكل ثانيه، وعندي الدلتا واي بتاعتي بتساوي 15 سنتي متر، وعندي الاكسلريشن بتساوي نيجاتيف الايه؟ الجي. معلومة 2 3 اقدر اجيب التايم اللي هو عايزه بكل سهولة، بان انا اخش معادلة الكينماتيك الكام بالظبط، معادلة الكينماتيك التانية اللي هتقول لي الدلتا واي اللي احنا كنا كدينا في المكان اللي فات. فانت جاست انت هتقول ايه 15 بتساوي الفي انيشال في التي اللي ممكن نعوض على طول 3.86 تي ناقص نص في 9.8 مضروبة في التي سكوير. المفروض بقى ان انت هتعمل ايه؟ المفروض ان انت بقى تقعد تحلل التحليل دوت. فلما تيجي تحلل التحليل اللطيف ده كله المفروض ان هو هيطلع لك بزمن مقداره، يعني هيطلع لك زمنين. المفروض بقى انت تاخد الزمن
اللي هو هيبقى منطقي بالنسبة لك، اللي هو 41 من 1000 ثانية. انا ممكن يكون بس الارقام عندي فيها يعني سب بروبلم، بس اتس اوكي يعني نتعامل معاهم، مفيش اي مشكلة فيها. ده الرقم، ده الزمن بتاعي. اديك عرفت الفكرة كلها. في ناس بقى تعمل ايه؟ ممكن يكون في معلومة من اللي هي المعلومات الكبيرة ديت مش موجودة، اللي انت خدت كده ايه الحاجة الكبيرة، فانت ممكن بقى تعمل ترانزيشن، اللي انت تجيب الايه بالمعلومة اللي فوق، تقدر تجيب مثلا السرعة في المنطقة ديت، بعد كده تجيب السرعة في المنطقة ديت، بعد كده ممكن تجيب بقى السرعة الايه الفي انيشال. دي اللي هو الطريقة الطويلة شوية، بس اعرفها علشان انت ممكن تحتاجها في مكان تاني.